السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشرح ازاي تحمل كتاب او اي موضوع من المدونة. بداية هنبدأ، دي صفحتنا على الفيسبوك اسمها هندسة ميكانيكية، بيدج على الفيسبوك برضو اسمه ميكانيكال انجينيرينج، قناتنا على يوتيوب اسمها برضو ميكانيكال انجينيرينج. هنيجي لموضوعنا بقى اللي هو الاساسي، اللي هو ازاي تحمل الموضوع. طبعا في بداية المدونة هتلاقي اعلان هنا كده في منتصف الصفحة، تمام؟ علشان اتلاشى الاعلان ده بعمل ريفرش للصفحة 3 مرات. اول ريفرش، تاني ريفرش، وتالت ريفرش، وتالت ريفرش، وهكذا، تمام. بعد كده انا عندي مثلا ايه الموضوع ده، عاوز ادخل احمله مثلا، باجي ضغط هنا، ده اعلان بقفله عادي. اي نافذة تظهر بعد النافذة الاساسية بتاع المدونة بقفلها. طبعا هنا الكتاب، اسس الهندسة الصناعية، وهكذا، تمام. بنزل لحد تحميل الكتاب، اضغط هنا، باجي ضغط برضو النافذة دي بقفلها. كل الكلام ده كده ما يخصنيش بأي شيء، انا كل اللي بعمله تخطي الاعلانات، تمام. انا عندي هنا برنامج التحميل في عطلة، عندك لو برنامج التحميل شغال هيبدأ التحميل على طول. طبعا الروابط بتاعتنا، قناة على يوتيوب، ده الرابط صفحتنا على الفيسبوك، رابط المدونة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.